لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من باريس مراسل غد أحمد كيلاني. إذا أحمد، كيف تبدو مظاهرات اليوم وأنا أشاهد خلفك مجموعة من أصحاب السترات الصفراء؟ وما هو الهدف الأساسي من هذه المظاهرات؟ نعم، هذه التظاهرة مخصصة اليوم لتكريم جرحى التظاهرات السابقة والتنديد بأمال العنف من قبل الشرطة الفرنسية. التظاهرة سوف تنطلق من هنا من ساحة الباستيل وستجوب العديد من الشوارع وصولا إلى ساحة الأمة. هناك حالة غضب كبيرة لدى المتظاهرين من استخدام الشرطة المتزايد لأعمال العنف ضد المتظاهرين. بعض الإحصائيات تقول بأن عدد المصابين منذ بداية الحراك حتى اليوم وصل إلى 3830 شخصا، بينما وصل عدد المعتقلين إلى 8700 شخص. واضح أن هناك حالة غضب كبيرة، ولكن أعداد المتظاهرين اليوم لا تبدو أيضا كبيرة. يوم أمس شهد أضعف تظاهرة لحركة السترات الصفراء منذ بدء هذا الحراك في 17 من نوفمبر الماضي. يوم أمس شارك فقط 9500 متظاهر في جميع أنحاء فرنسا، من بينهم 1500 في باريس فقط. يبدو أن الانقسامات داخل صفوف حركة السترات الصفراء إضافة إلى ضعف دعم المجتمع الفرنسي لهذه الحركة أسفر عن هذا الانحسار الكبير للتظاهرات خلال الأسابيع الماضية. أيضا الإجراءات الاقتصادية التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون في نهاية عملية الحوار الوطني، من بينها خفض الضرائب على الطبقة المتوسطة وأيضا إعادة النظر برواتب المتقاعدين التي تقل عن 2000 يورو، أسفرت عن اقتناع عدد كبير من الفرنسيين بعدم جدوى استمرار التظاهرات، وهذا واضح جدا من خلال ضعف المشاركة الفرنسيين في التظاهرات خلال الأسابيع الماضية. ولكن بشكل عام يمكن القول بأن من بقي يتظاهر حتى اليوم يؤكد بأنه سوف يواصل هذه التظاهرات ويرفض العودة إلى المنازل ويريد تحقيق جميع المطالب التي نادت بها الحركة منذ 17 من نوفمبر الماضي. شكرا جزيلا لك أحمد كيلاني مراسل غد، كنت معنا من باريس.